السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير يسأل ويقول: كيف أجعل شجرتي تطول أكثر مما هي عليه؟ طبعا الطريقة جدا سهلة. سوف نأخذ من عرض الشجرة ونضعه على طول الشجرة، بأن نجعل جميع أفرع الشجرة مستقيمة باستمرار، والطريقة بقطع جميع الأغصان المنحنية وهي طبيعيا سوف تكون منحنية. نقوم بقطع كل غصن منحني من منطقة الانحناء، وعندنا مثال هذا الغصن كان منحني فقمنا بقطعه من منطقة الانحناء ونبت له هذا الفرع. هذا الفرع سوف يكون أكثر استقامة. عندنا أيضا هذا الغصن سوف نقطعه من هنا ليكون مستقيم وينبت منه فرع جديد يكون أكثر استقامة بهذه الطريقة. طبعا الطريقة جدا سهلة، وأتمنى الاستفادة من هذا التصوير، والسلام عليكم ورحمة الله.